استثنائيه باش نبينوا لكم سبيبتي اللي وصلنا به حنا كمجلس المقاطعه النوبيه ديالها. فهاد الوكاله عندها واحد النظام ديالها وواحد القانون خاص ديالها، ورئيس المجلس ديالها بحال انا رئيس مجلس حسين، رئيس المجلس ديالها هو رئيس الحكومه، هي ما خاضعاش كاع حتى القطاعات الحكوميه يعني وزاره الاسكان بحال التصميم اللي جانا اللي تنشروا لنا الرجل. فهاد الوكاله عندها نظام خاص وجات في هاد المنطقه هادي اللي شاده فيها حصري تسجد مساحه كبيره، انتم عارفين حنا من 2005 عبد ربي هنا هذاك الساق الله يكون بخير حيت ساعه ما كنهضرش معاه وصلنا شي حوايج اللي ماشي هنا فعلا. كانت واحد الفتره داز يعني خايبه، هذاك التصميم اللي جا عندنا الاول ما قبلناش ورفضنا الجيل الايجابي وداك الشيء، ولكن ولاو داروا داك الشيء اللي كبار وكان في عده اشكالات. اليوم جا واحد التصميم اخر اللي هاد الوكاله هذا عندها اختصاص خاص المجالس، خدات التعبير هي اللي كتعطي الرخص، خدات الطرقان هي اللي خصها تطرق الوجه هي اللي صايبتها، هاد الطريق لوكاد اللي في القلعه الفوق اللي تعاملوا اسمعوا هي اللي دارتها، ولكن مساهمه طلبات مجلس المدينه وساهم له 4 مليار انا كنعطي في الولايات السابقه. فهاد الوكاله هذه عندها اختصاص ديال الجماعه ديالني انا، خدات الاختصاص ديالنا وهي اللي كدير هاد التصاميم هذا، وحنا اليوم بحكم انها داخله في التراب ديالنا كنعطيو الراي ديالنا فقط. السلام عليكم، انا السيد احمد الحاجي ساكن في دوار الرياح حصين قريب الأكاديمية محمد السادس. الارض ديالنا دابا عندها الحصار من 2005، وحنا في هذا المشروع ديال ضفات ابي القرقه داير عليها اليد، والارض قريبه لينا تبعت ب 2000 درهم ديال الرئيس نيت ديال المقاطعه حصين بن عطيه، باع الارض ديالو قريبه لينا وداخله المشروع ديال ضفه ابي القرقه وباع ب 2000 درهم. واش اللي غنقول لكم وغنزيد نوضح لكم بهذا، والارض ديال العائله ديالو فصلها ودار لهم الفيلات، والارض ديال المواطن مسكين دار لها لا زون غابا ريزيرف غابا، وخلاو الناس هكا وما كاين باغيين يهدموا الساكنه ديال عباد الله ويشردوا عباد الله. وانا دابا الان تنقول لكم بان الناس ديال الولجه باقي ما تعوضوش، الساكنه ديال الولجه اللي ريبوا ليها باقي ما تعوضتش. ها هما لا عندكم شي واحد يخرج ويشوف، ها هما باقيين كاريين، كاين اللي مشرد داير عشا، كاين اللي ما عندوش حتى الماده باش يكري. ودابا الارض ديالنا حنا عايشين فيها ابا عن جد. هاد الاراضي ديالكم انتوا عندكم عليها شي ملكيه؟ الارض ديالنا اختي تيتر محافظه بالحجر ديالها بكلشي جاهزه. شحال عدد السكان اللي الساكنه دابا؟ انا هضرت على خوتي على العائله دابا اللي مجموعه في هذاك القطار، راه غيشردوا عائلات ماشي عائله، انا والاب ديالي والوليدات ديالي وخوتي كاينين ساكنين في هذاك، راه هما باقيين ما عارفينش هذه المشاكل ديال قطار عند الناس اللي في الباديه، راه قطار معيش معاه 6 ديال ولادو، 6 ديال الافراد، حيت لا شردتي هذوك الافراد راه شردتي العائله كامله، ما عارفينش بان اللي غادي تريبلي تيقول لي جوج بقعه، والناس هما في الولجه الان حاليا باقيين ما شدوش هذيك جوج بقعه، ما كاين لا جوج بقعه. بالنسبه لكم انتم واش جات شي لجنه يعني بدات معكم اجراءات؟ اختي ما كاين لا لجنه لا والو، تنتفاجئوا بان وقع واحد علقوا لينا البلان، طلعوا تشوفوا البلان بحال اللي تهديد، ما بقيناش عايشين حتى في الراحه ديالنا، الراحه البدنيه اللي كنتي شويه تدير شويه الكسيبه وهذا، ما خلاوكش لا دير الكسيبه حد هنا وحبسوك، سدوا عليك كاع الجهات. ماشي تنطلبوا هاد الناس الا شردتونا فين غنمشيو؟ فين غنمشيو؟ تتقول لي غنريب لك ولا غندير لك ولا هذا، فين غنمشي؟ واش الارض ديالك انت راك كرئيس 2000 درهم، ديال العائله ديالك 3000 درهم 4000 درهم، والارض ديال المواطن 5000 4000، هذه اللي تنهضر عليها اختي. اذا لا تعود، دابا حنا اللي فقير تنزيدو نفقروه، واللي اللي غني تنزيدو نغنيوه، وكرئيس نزيدو نطلعوه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.